تم اليوم افتتاح مبنى لمستشفى العيون الجراحي بحلب بعد فترة انقطاع من عام 2012. هذا المشفى مجهز بأحدث الوسائل التقنية الخاصة لمعالجة المرضى، ينقسم إلى قسمين: قسم إسعافي يستقبل المرضى 24 ساعة ويقدم الخدمات الطبية الإسعافية الجراحية والإسعافية الدوائية، والقسم الآخر هو القسم اليومي العيادات العامة وقسم عمليات العمليات العينية كاملة تجرى ضمن غرف عمليات مجهزة بأحسن الوسائل الطبية العينية. الموقع كان سابقا عبارة عن سجن يتم فيه سجن المواطنين، وبعد التحرير حلب تم إعادة تأهيله وصرف عليه المبالغ اللازمة حتى تم إعادة تأهيله إلى مشفى عيون. هذا الغرف والأبواب نفسها اللي كانوا يستخدموها الإرهابيين اللي يحطوا فيهم المواطنين بالسجون ويحاكمون ويحاسبون. هذا بالحقيقة ما حبينا ما نغير هالشيء، حبينا ما نغير هالشيء، عرفنا مشان يبقى شاهد على الجرائم على اللي عملوها الإرهابيين بحق المواطنين الضعفاء والشريفين اللي خدموا البلد والوطن.